وصلتنا صور للمشاهد الأولى والصور الأولى لعالية عاصفة نتوقف معها الآن. إذن مشاهدينا تابعنا هذه المشاهد الليلية لبدء عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين. إذن هذه هي الصور الأولى التي بدأت تردنا حول بدء عملية عاصفة الحزم، وهي طبعا طبيعة الحال صور ليلية لأن العملية بدأت قبل ساعات قليلة خلال ساعات الليل.